موضوع ينضم إلينا عبر سكايب المنتج والسيناريست إمام الليثي. أستاذ إمام أهلا بك. بداية كيف تقيم مسلسل الاختيار؟ هو طبعا احنا انا يعني لسه كنت بناقش على صفحتي فكرة المسلسل. هذا المسلسل لا ينتمي للدراما بشكل بأي شكل من الأشكال، بعيدا عن الشكل الفني. يعني انا مش هنتكلم في الجزئية الخاصة بالصورة، ولكن انا هتكلم عن العمل الدرامي، عن الكتابة اللي مكتوبة لهذا المسلسل. هذا المسلسل مكتوب بطريقة يعني كأن حد بيعمل برنامج توك شو، ولكن بدل ما يجيب لميس الحديدي ولا يجيب عمرو أديب ولا يجيب خيري رمضان، راحوا جابوا ممثلين يعلقوا على الأحداث، وبدأوا يجيبوا شوية أحداث من اللي حصلت أيام حكم الإخوان، وبدأوا إن هم يعلقوا عليها ويدوا رأيهم فيها. والآخر ده مجرد برنامج رأي ليس مسلسل. أنا مش شايف أي تصعيد درامي داخل، يعني الشخصيات مش مرسومة دراميا كويس. أنا مش شايف حتى شخصية هشام عشماوي اللي المفروض ان هي شخصية اللي بتمثل الشر كما يعني يرون، او من اهل الشر اللي هو شايفين ان الراجل ده من اهل الشر او من اهل داعش يعني، لكن في نفس الوقت هم مش رسمين الشخصية بشكل يحسسك ان هذا الرجل كان مدفوعا لاتخاذ قرار ان هو يسيب الجيش. ما كانش راسم المسلسل ده ان الراجل ده بيدور على حق، حتى ما جابش هو هشام عشماوي ده. انا لغايه دلوقتي مش فاهم الراجل ده ساب الجيش ليه. انا قاعد بتفكر هو ساب الجيش كده ولا يعني مين ايه الحدث الدرامي اللي خلى الراجل ده يقرر انه يترك الجيش؟ هل هو ان الاسلاميين مسكوا الحكم فيبقى في حد تاني يطلع؟ حتى دي مش باينه. يعني هو بالنهايه انت مش مقدم لي حدث درامي، ومش مقدم عكس مثلا مسلسل النهايه اللي من الاول مقدم لي فرشه دراميه بيقول لي ايه اللي هيحصل. لكن هنا انا ما قداميش فرشه دراميه، انا قدامي واحد قالوا ان هو بيحارب قوى الشر فهنعمل عنه مسلسل. مين يا عم قوى الشر دي؟ دول المواطنين اللي زيه زيهم، بس دول مواطنين بيسعوا للحكم وهو بيقف يحارب عن كرسي الحكم. ولكن استاذ امام ما المانع ان تمجد الدوله سيرة أحد أبنائها، وهنا نتحدث عن العقيد منسي، في عمل درامي وتبرزه كبطل، ما المشكلة في ذلك؟ طيب أنا هسألك سؤال مقابل، أنا آسف طبعا المفروض إن أنا ما أطرحش أسئلة. تفضل. لكن هو السؤال اللي أنا هسأله لنفسي مش لحضرتك وللجماهير، هو الضبع اللي دوخ الصهاينة في غزة لما كانت غزة تابعة للحكم المصري سنة 56، واللي قدر إن هو يحافظ على غزة في حرب 56 ويخليها تابعة ما زالت لمصر، أولى إن إحنا نتكلم عنه ولا المنسي اللي بيحارب أهالي سينا كان؟ والرفاعي اللي هو اللي انشا ابراهيم رفاعي اللي انشا الصعقه المصريه واللي انشا هذا المجد التليد اللي اتعمل في مصر في سنين طويله، اولى ان احنا نتكلم عنه وازاي ان هو كان بيعمل عملياته بمشاركه اهل سينا اللي هم مطلعينهم النهارده ارهابيين، ولا ان احنا نتكلم عن المنسي اللي راح يخش النفق والراجل واقف بالحزام الناسف، واحد متدين ولا ارهابي ولا داعشي ولا ايا كان واقف بالحزام الناسف خايف لا يفجر نفسه؟ مين قال ان اصلا صاحب العقيده اللي موجود ده اللي هو متطرف وتكفيري ومش عارف ايه عنده استعداد ان هو يسلم نفسه للضابط وهو عارف ان هو هيموت بعد كده؟ يعني حتى المشاهد مش ممنطقه، ان انت تعمل لي مشهد عشان تبرز لي بطوله هذه الشخصيه اللي اسمها المنسي اللي انا ما اعرفش هو كان بطل ولا لا، لان انا مش شايف ان في بطوله ان انت تحارب مواطن. هذه نقطة تحديدا أستاذ إمام، نقطة مهمة البعض تحدث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي وتناولها بنقد قد يبدو فلسفيا، ولكن أريد أن أسمع وجهة نظرك فيه، وهي أنه ليس هناك أي جزم بأي معلومة. يعني ليس هناك معلومة مؤكدة أن منسي كان بطلا وكان مغوارا وكان صاحب مبادئ، وهنا لا ننفي ذلك، وأيضا ليس هناك معلومة مؤكدة بأن هشام عشماوي تطرف بسبب معاملة الجيش له أو غير ذلك. لا يوجد هناك معلومة مؤكدة عن أن هذا كيف لقي مصرعه أو هذا كيف تطرف أو غير ذلك. المعلومات، هناك مشكلة في المعلومة حقيقة، وهو ما قد يستغلها النظام في صناعة السيناريو الذي يريده. نعم، هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. انت النهارده بتصدر لي معلومه. انا النهارده لما اقول لك ان صلاح الدين الايوبي كان بطل،
بنجيب البطوله دي منين؟ بنجيبها من 700 مصدر من المصادر اللي تحدثت عن هذا الرجل. لكن انت النهارده انا قاعد بقول لك الواد ابني ما شاء الله رب العالمين ربنا يبارك فيه، ده واد اخر بطوله، الولد ده ما شاء الله لما كان بينزل الشارع الناس كلها كانت بتبوس ايده، في الاخر ابني، ما انا لازم اقول عليه كده. احنا عندنا حتى المثل المصري مين يشهد لام العروسه، يعني ده اذا كانت ام العروسه هتشهد لها. لكن هنا انا شايف انه استغلال لاسم واحد استشهد بشكل ما، هو طبعا يعني قتل في معركة من المعارك، واظن دي كانت التسريب اللي هو الصوتي اللي انتوا عرضتوه، واللي واضح ان التسريب الصوتي ان المجموعة بتاعت المنسي كانت اصلا متسلمة من الدولة عشان تتقتل عند العيال الارهابيين اللي قتلوهم دول. لكن بعيدا عن التحليلات وبعيدا عن التقانات عشان ما نبقاش بنعمل زيهم وبندي معلومات خاطئة، لو احنا قلنا ان النهارده انت بتقول لي ان انا النهارده لو انت هتكتب عني كتاب لابد ان يكون في كتابين مكتوبين عني، واحد بيتكلم عن اخلاقياتي بوجهة نظر والتاني بيتكلم بوجهة نظر معارضه، علشان في الاخر انا اتكلم. انا النهارده لما زي ما انا بقول لحضرتك صلاح الدين الايوبي اللي اتكلموا عنه الغرب وكتبوا عنه مؤلفات، واحنا اتكلمنا عنه وكتبنا عنه مؤلفات، و700 الف مؤلف مثلا اتالف عن الظاهر بيبرس ما بين سيره شعبيه وما بين سيره رسميه اتكتبت في الكتب الرسميه، وبالتالي لما انا اقدر اتكلم عن دي لا ابراهيم الرفاعي بلاش بقى احنا رحنا للتاريخ ليه؟ طيب. لو اتكلمنا عن ابراهيم الرفاعي او سيد الضبع الاثنين دول اللي اتكلمت عنهم المصادر الصهيونيه من ناحيه والمصادر المصريه من ناحيه والمصادر العربيه من ناحيه، فانت رايح بتتكلم عن ناس ما عليهاش جدال، انت ليه جايب لي شخصيه عليها جدال؟ وصلت هذه النقطة تماما المنتج والسيناريست الأستاذ إمام الليثي ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.